من عاهد زوجته ألا يتزوج عليها وبعد مدة احتاج للزواج، هل يكون ناقضا للعهد إذا تزوج؟ كفر عن يمينه، هذا حلف، حلف أنه ما يتزوج عليها أو تزوج، كفر عن يمينه، والزواج مطلوب والحمد لله، ولا يجوز له أن يستمر على ترك الزواج. الزواج مطلوب، تزوج ويكفر عن يمينه. نعم.